أهلا أعزائي المشاهدين من منطقة طبرية الجميلة حول البحيرة، بحيرة الجليل. ما زلنا نواصل حديثنا عن تعليم المسيح بعظته الشهيرة على الجبل. قبل ما نبتدي بهذا التعليم محتاجين نفهم من هم الناس في أيام المسيح، مع مين كان بيتكلم، مع مين بيتعامل، شو نوعية الناس، نوعيات الناس. في هذه الحلقة رح أتكلم عن هذا الموضوع من المنطقة الجميلة عند بحيرة الجليل. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. السؤال: من هم الناس في أيام المسيح؟ اتذكر قبل العزة على الجبل بالإصحاح الخامس مكتوب عن يسوع المسيح: كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم، يكرز ببشارة الملكوت، كان يشفي كل ضعف كل مرض في الشعب، تبعته جماهير غفيرة. وهذه الجماهير جاءوا من سوريا، جاءوا من الساحل يعني من صور وصيدا، جاءوا من حول بحيرة الجليل لأنه كان في على الأقل 8-9 مدن وأكثر من 200 قرية، جاءوا حتى من أورشليم من المنطقة الجنوبية من منطقة اليهودية، وجاءوا أيضا من منطقة الديكابوليس مدن يونانية رومانية، 10 مدن، 9 منهم عبر الأردن وواحدة في داخل يعني في هذه البلاد. هذه النوعيات الناس نوعيات مختلفة. أول شيء خليني يعني أتكلم عن اليهود في أيام المسيح. اليهود طبعا رجعوا من السبي وبنوا الهيكل، كان الهيكل مبني، وطبعا في أيام هيرودس الملك جمل الهيكل وبناه هيكل عظيم جدا، كان يعتبر واحد من أعظم الأبنية. فكانت اليهود تمارس الذبايح والأعياد، الصلوات والعبادة في الهيكل. الهيكل كان حياة اليهودي، كان شعاره، كان هويته، أو بالأحرى كان قلب ونفس اليهودي. طبعا كان في تسامح لأنه في ولادة أيام ولادة يسوع في أيام أغسطس قيصر كان في تسامح ديني، وأعطوا الحكم الذاتي يعني أنه يمارسوا العبادات، وهذا جزء من ما يسمى باكس رومانا، السلام الروماني. فكانوا اليهود راجعين من السبي وكانوا بيمارسوا العبادات في الهيكل. وطبعا حول الجليل كان في كل مدينة طبعا في كان مجمع لليهود. ثم المجموعة الثانية هي الأمم. من الجهة الأخرى كان طبعاً كان البعض في هذه المنطقة عندهم تسامح، كان بيتعاملوا معهم، لكن بشكل عام الأممي يعتبر نجس في نظر اليهودي، وأكثر طبعاً يعني نجاسة أو لا يحتمل هم اليهود اللي أجوا من منطقة أورشليم، فطبعا كانوا أكثر تعصبا ضد الأمم. ثم أحبائي المجموعة الثالثة هي الرومان. عندما أقول الرومان كان المستعمر وكان المحتل وكان عنده كتائب للجيش. حتى في سيرة حياة يسوع منشوف عدة قواد المئة اللي كانوا في طبعا سواء عند الصليب أو سواء في كفر نحوم وأماكن أخرى. هذه المنطقة كان بيربطها طريق رئيسي يسمى فيا مارس، طريق البحر اللي بيربط بين مصر وطبعا العراق اليوم. فأرض فلسطين الأراضي المقدسة كانت تعتبر زي ساندويتش، لأنه منطقة استراتيجية هامة تربط بين ثلاث قارات.
وطبعا أرض زبولون ونفتالي عند منطقة كفر نحوم والتطويبات هي اللي شافت نور المسيح بحسب نبوة إشعياء، الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. فكان كتير حتى من الأمم يجوا يسمعوا يسوع، لأنه سمعوا كمان عن معجزات المسيح. كان في الرومان البعض منهم آمن مثل قواد المئات، لكن كان بحطوا كتائب من منطقة إلى منطقة تحرس المدن. هذا هو التخطيط الروماني حتى يربطوا كل العالم قديما بروما، لكن روما كانت بتجيب كمان حضارتها الرومانية معها من معابد ومسارح وأماكن طبعا الرياضة والمبارزة والحمامات إلى آخره. منشوفها مثلا في قيصرية مراتيما اللي على البحر الأبيض المتوسط، وطبعا المدن العشر اللي هي الديكابوليس ومناطق أخرى. فهؤلاء الرومان كانوا المستعمرين المستعبدين، لأنه معظم الشعب في تلك الأيام كانوا عبيد للرومان، وكانوا أيضا طبعا لازم يدفعوا الضرائب، والرومان ممكن يسخر أي واحد بدون أي سؤال ولا أي جواب. فكانوا يعني بيحكموا بيد من حديد بكل الوسائل اللي بيستخدموها حتى يجبوا الضرائب ويتعاملوا مع الناس. ابقوا معي، سأواصل حديثي في هذا الموضوع. Gospel at this time, Jesus is exclusively reaching out to the Jewish people. As he'll say elsewhere, I've come to the lost sheep of the house of Israel. And in his historic ministry, first he reaches out to the Jews, but he has occasional encounters with Gentiles. I mean, the world is either Jewish or Gentile. And in these occasional encounters, like the time that he healed the daughter of a Syrophoenician or Canaanite woman, and the time that he delivered a Gadarene demoniac. These people are Gentiles. And when he fed the 4,000, an extension of his reach to Gentiles, those things were anticipatory miracles for a greater commission that he would give at the end of the Gospel of Matthew, when he turns to his disciples and says, now I want you to go out and take this gospel to all the nations of the world and preach to them and teach them and baptize them. And I am with you. I will be with you in this work. But to extend his ministry to the Gentiles, first he had to reach the Jews. لكن طبعا بنقرأ عن مجموعات كمان كانت من اليهود طبعا في أيام المسيح، مثلا الفريسيين. كلمة فريسي تعني المنفصل أو المنعزل. جماعة الفريسيين كانوا جماعة المحافظين اللي بحاولوا يتمسكوا بحرف الناموس، وكمان كانوا بيتمسكوا في تقاليد الآباء. الرب يسوع هاجم هذه الطبقة بسبب الكبرياء والرياء الديني، مظاهر التدين الخارجي والتقوى الخارجية بدون العمق الداخلي. فطبعاً هاي أكثر الجماعة اللي كانت تحافظ على الشريعة، كانت تحافظ على الناموس، لكنهم وضعوا أحمال وأعباء كثيرة على كاهل الشعب. وهي كانت هذه الطبقة طبعاً اللي أكثر شيء تهاجم يسوع، وكان يسوع طبعاً بهاجمها بسبب الرياء الديني. المجموعة الثانية المشهورة في أيام المسيح هي جماعة الصدوقيين. الصدوقيين يعني أغلبيتهم جماعة أغنياء، يعتبروا من علية القوم، يعني طبقة أرستقراطية، كانوا أصحاب المكانة والحكم السياسي والديني والاجتماعي في المجتمع. جماعة الصدوقيين بيختلفوا عن الفريسيين، كانوا جماعة عقلانيين بيعتمدوا على العقل،
وطبعاً كانوا عصريين يعني ليبرالز بميلوا للاهوت المتحرر، لكنهم أنكروا وجود الأرواح يعني القيامة من الأموات والملائكة والأرواح، وطبعاً دعوا الناس إلى الأفكار المتطورة الأفكار الجديدة على عكس الفارسيين يعني كانوا عصريين كانوا متحررين. هذه الطبقة كانت الحاكمة، لأن رؤساء الكهنة في أيام المسيح سواء حنان أو قيافة والعائلة كلها، كان قيافة بيكون صهره لحنان وأولاده الخمسة وحفيده ألكسندر، كلهم كانوا رؤساء الكهنة من طبقة الصدقيين اللي كانوا يعني بيمارسوا البزنس في منطقة الهيكل. مشان هيك الرب يسوع هاجمهم قال بيت بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ثم أحبائي طبقة الهيرودسيين، مع أنه ما بنسمع كتير، هذول الجماعة كانوا أكثر يعني تيار سياسي ممزوج بالدين في أيام المسيح، كان عندهم ولاء لهيرودس وعائلة هيرودس، يعني خلطوا الدين بالدولة، خلطوا الدين بالسياسة، كان يعني الهدف منهم الاندماج مع السلطة الحاكمة، مشان هيك كان بتشوف في صداقات بينهم وبين حكام الرومان. المجموعة الرابعة هي جماعة الإسينيين، هم على عكس هؤلاء كانوا جماعة المعتزلين، يعني تركوا حياة البذخ وحياة أورشليم والعبادة في الهيكل، وكانوا ينعتوهم أنهم أبناء ظلمة وأنهم يعني تجار، ودخل الفساد طبعا في داخل في الأمور الدينية في أورشليم. كانوا يعيشوا في الصحراء، كانوا بيمارسوا حياتهم بسموها ياخد يعني الوحدة، وكانوا بيلبسوا لباس خاص، وكانوا كل يوم بيمارسوا الغسلات الطقسية يوميا، لكن احنا مديونين لهم اكتشفوا طبعا عند مغاير قمران هناك في مجموعة الإسينيين اللي كانوا بيقوموا بكتابات العهد القديم اللي اكتشفوها سنة 1947، فاحنا مديونين لهذه الجماعة. كان بيسموا أنفسهم أبناء النور بالمقابل أبناء الظلمة اللي كانوا في أورشليم. آخر جماعة اللي عاوز أتكلم عنها اللي هي جماعة الثوار، كان أغلبهم في منطقة الجليل، كانوا بيسموهم الزلتس يعني الغيورين، وهدول الغيورين يعني كان همهم إن الدفاع عن الوطن في طبعا بالقوة، كان بيستخدم الاغتيال وبيستخدم القوة لما بيشوفوا أي جندي روماني كانوا بيقتلوه. وأنا مش بالصدفة في هذا المكان، بتشوفوا المغاير في جبل أربيل في ثورة حدثت في سنة 132 ميلادي بسموها ثورة باركوخفا في أيام هيدريانوس إمبراطور روما، لكن طبعا أخمدوا هذه الثورة، وكانت آخر شيء يعني لما كانوا في المغاير فوق كانوا بيضربوا السهام الملتهبة، وكانوا طبعا بينتحروا من فوق وبينزلوا، ومشان هيك بسموا الوادي وادي الحمم، وبالعربي اسمه وادي الحمام نسبة إلى القرية، قرية بدوية موجودة في أسفل الجبل. طبعا بسبب العنف والقتل بحيرة طبرية تحولت إلى بحيرة حمراء من الدماء. هذه المجموعات اللي كان بيتعامل معها الرب يسوع. المسيح كان يحب الجميع، كان بحب اليهود، كان بحب الأمم، حتى مدح قائد الرومان قائد المئة الروماني إنه حتى في إسرائيل لم يجد إيمان مثل إيمان هذا الشخص. فإذن أحبائي كل هذه المجموعات كان المسيح يتعامل معها بحكمة
بقوة وكانت تنبهر من تعاليم المسيح ومن معجزات المسيح، كانت تنجذب إلى النور، إلى يسوع المسيح. مشان هيك بتقرأ عن أعداد غفيرة كانت بتزدحم حول المسيح، سواء في كفرنحوم أو في عزته الشهيرة على الجبل أو في إشباع الآلاف في نفس المنطقة، لأنه كانوا منجذبين لهذا الشخص اللي قدم تعاليم فريدة، تعاليم سماوية، جاء بفكر جديد عميق بتفسير روحي للشريعة اللي بتغير الإنسان من القلب والكيان داخلياً فينعكس إلى الخارج. بصلي إنك أنت كمان تتبارك وتنجذب في شخصية وهوية يسوع المسيح.